وكما سمعتم في كلمات عديدة أن الأمة مقبلة على انقسامهم إلى الفسطاطين المذكورين في كلام سيد الكونين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر ونفاق لا إيمان فيه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا هكذا، فعسى لا يكون أحد منا ولا من أهلينا ولا من أولادنا ولا من أصحابنا ولا من طلابنا إلا في فسطاط الإيمان الخالص حائز لشريف الخصائص، ولا يخذل أحد الله منا، لا يخذل أحدا منا ربنا تعالى، صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهذا الأمر وغيره من الأمور من قبل ومن بعد محتاجة إلى صبر كبير، ومحتاجة إلى إخلاص كبير، ومحتاجة إلى دوب في البذل والتضحية حتى يأتي الفرج من الله تبارك وتعالى. وقد حكم حصل للأنبياء من قبلنا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، أي الرسول منهم، والذين آمنوا متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. مهما استبعده الناس، والحق لا يعجل لعجلة أحد، وهو الحليم الكريم الذي قوي القادر الذي لا يفوته شيء، وإنما قد يستعجل على أمر من يخاف الفوات، ورب الأرض والسماوات ما يخاف الفوات.